طيب احنا معانا الاستاذ عمرو المغربي، عضو مجلس اداره شعبه الذهب باتحاد الغرف التجاريه. برحب بيك يا استاذ عمرو، وصباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. والله احنا ما بناش فاهمين حال الذهب رايح فين وجاي منين يا استاذ عمرو، لو حضرتك تفهمنا، لان طبعا في ناس بتحب تبيع وناس تحب تشتري والسوق غير مستقر بالمره، يعني تفسيرك ايه للحاله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ تمام. هو احنا طبعا معروف ان سعر الذهب بيتحكم فيه 3 عوامل، وهما سعر الوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وآخر حاجة العرض والطلب. يمكن بقالنا الفترة الأخيرة المتغير باستمرار جدا وهو المتحكم الأكبر في سعر الذهب في السوق المحلي هنا في مصر، وهو العرض والطلب. يعني البورصة ده أكتر العالمية من سعر الدولار مقابل الجنيه؟ احنا يعتبر في استقرار في سعر صرف الجنيه امام الدولار في مصر في الفتره الاخيره، ولكن اللي بيحصل بس هو فيه مازال تغيرات مرتفع يا كتير. أستاذ عمرو، لا يعتبر، لا في البنك، في السعر الرسمي هو السعر يعني هو الثابت. البنك، يعني هو المفروض ده المرجعية، ولكن احنا بنتكلم على سوق موازية واخدة مساحة كبيرة جدا من السوق، وحضرتك عارف الكلام ده كويس. احنا بالنسبه لنا احنا ملناش دعوه بسعر الدولار في السوق الموازي، لان احنا مش بنستورد الذهب في الفتره الاخيره بناء على قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد الذهب من الخارج، ولكن اللي مسموح بيه فقط، ودي كان قرار مجلس الوزراء، واللي هو اتمد، كان لمدة 6 شهور واتمد تاني 6 شهور، اللي هو مسموح للقادمين من الخارج بالدخول بالذهب بدون جمارك وبدون ضرائب، فقط ضريبة القيمة المضافة. فاحنا بالنسبة لنا ملناش دعوة بسعر الدولار، مش ده اللي بيتحكم في سعر الذهب في الفترة الحالية. اللي بيتحكم في سعر الذهب أكتر حاليا هو العرض والطلب، مع المرجعية لسعر الوقية في البورصة العالمية. بالنسبة للبورصة العالمية فيها تحركات كتير نظرا للتذبذب الحالة الاقتصادية والحالة السياسية عالميا، زي الحروب اللي موجودة، وزي اختلاف الفوائد أو قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بتغيير سعر الفايدة الفترة اللي فاتت وبعد كده ثبتها، نعم. وبدأ دلوقتي بعد الثبات في الكلام ان امريكا هتنزل الفايدة، فبنشهد احيانا ارتفاعات في البورصة العالمية بالنسبة للذهب. بالنسبة لمصر هنا العرض والطلب، طبعا الناس كلها عارفة ان الذهب هو المنازل الامن للاستثمار، والفترة الاخيرة طبعا بنشهد ارتفاعات في سعر الذهب، فالمواطنين بدأت تلجأ للاستثمار للذهب بشكل كبير جدا. ففي ظل وجود زيادة في الطلب مع قلة في المعروض بنشهد دائما ارتفاعات في سعر الذهب. طيب عايز اعرف من حضرتك برضه يا استاذ عمرو، فكره عمليه المراقبه او الرقابه على تجار الذهب، خاصه التجار الصغار، يعني هل بيكون هناك حملات يعني لمراقبه السوق بشكل عام، ولا ده ما بيحصلش؟ هو في مراقبة للسوق، ولكن المراقبة دي بتبقى على العيارات وليس الأسعار. يعني الأسعار السعر ما فيش رقيب عليه. لا، الأسعار ما فيهاش رقيب عليها، لأن هي دي أسعار عرض وطلب. إحنا زي ما بنبيع، زي لو الذهب بيغلى ويبقى فيه بيع بسعر عالي، إحنا برضو بنشتري بسعر عالي. يعني الفرق ما بين البيع والشراء هو فرق بسيط، ممكن يوصل ل1% أو 2%، ده بالكتير جدا، وده أمر طبيعي في أي سلعة بين العرض والطلب. ولكن إحنا مثلا مش بنقول إن إحنا بنبيع الذهب الجرام مثلا ب 3300 جنيه وبنشتري مثلا ب 3000 ولا ب 2000 ونص ولا ب 1000، لا، هو بيبقى الفرق بسيط بنسبة 1% أو 2%، ده بحد أقصى. وبالتالي فهي الأسعار بتبقى عادلة بين البيع والشراء، فهي مفيش جشع ومفيش حد بيتحكم في السوق أو شخص معين أو جهة معينة هي اللي بتتحكم في الأسعار دي، بتبقى أسعار سوق بتتحكم فيها أكتر حاليا العرض والطلب. طيب امتى ممكن نقول ان الاسعار ممكن تستقر، تبقى يعني في معدلاتها الطبيعيه اول شيء، وثانيا ما يكونش عندي بقى الارتفاع والانخفاض اليومي اللي احنا بنشهده دلوقتي؟ لما يبقى في الفجوة ما بين العرض والطلب، دي فجوة صغيرة أو حاجة صغيرة ما بين العرض والطلب في نسبة واحدة، ما فيش تغيرات كتير. لما يبقى في استقرار في السعر الوقية في البورصة العالمية، كل ده هيصاحبه استقرار في السعر. يعني التوترات اللي حوالين العالم دي لما تنتهي الدنيا ممكن ترجع لشكلها الطبيعي اللي كنا عايشينه قبل كده؟ طبعا التوترات الخارجية وعملية العرض والطلب في السوق المحلي طبعا. طب قول لي يا استاذ عمرو، من وجهة نظرك يعني السعر العادل لجرام الذهب ممكن يكون ايه لو الدنيا مستقرة ومفيش اي مشاكل؟ لا، ما هو ده يرجع لسعر البورصة وسعر صرف الجنيه امام الدولار، دي كل ده هيبقى سعر عادل يعني.
احنا بس ما دايما نقدرش بنفهم ندي رقم معين يعني. لا لا صعب ان انا ادي رقم معين اه طبعا. طيب، الناس اللي حابة تشتري او تحب تبيع تنصحهم بإيه دلوقتي؟ هل انا بقول يبيع ويشتري ولا يتوقف مؤقتا؟ لا، احنا بالنسبه لعمليه الشراء احنا بنقول للناس طول ما انت معاك فائض من المال اشتري ذهب عشان تحافظ على قيمه فلوسك، وتبقى عارف ان الذهب ده استثمار طويل المدى وليس قصير. يعني بنتكلم ان انت عشان تشتري ذهب انت تبقى عامل حسابك ان انت مش محتاج الفلوس بتاعته دي قبل سنه او سنه ونص. اقل من كده يبقى انت في جزء من المخاطره ان الذهب معرض جدا ان هو ينزل ولكن بيرجع يرتفع تاني. ما هي دي الجزئية فالفتره اللي كنت حابب الاخيره أكلم حضرتك فيها دلوقتي. مثلا حد يقول أنا مش عايز أشتري بالغالي لأن الأسعار ممكن تنخفض، فممكن يقول أنا كده بخسر وممكن تزيد، وممكن تزيد. وممكن ما يلحقش يشتري وقيمة فلوسه تقل. فبالتالي احنا بنقول معاك فائض من المال اشتري، بس تبقى عامل حسابك ان ده استثمار طويل المدى وليس قصير. آه اما بالناس اللي عايزة تبيع بنقول لهم لا، ما تبيعش غير لما تكون محتاج الفلوس. طيب، تنصح الناس اللي بتشتري انها تشتري مشغولات ذهبيه ولا جنيه ذهب ولا سبيكه ان كان معاه وفره من المال يعني؟ طيب الذهب بيتميز بصفتين وهما الزينة والخزينة. لما أنا بشتري مشغولات أبقى أنا استفدت بالمستين كزينة زينت بيه، وكخزينة أنا حافظ قيمة فلوسي فيه. ولكن لما أشتريهم جنيهات أو سبايك يبقى أنا فقدت ميزة من المستين وهي الزينة، وأصبح إن هو خزينة فقط أنا حاجة محتفظ بيها هبقى شايلها من جنب. وفي نفس الوقت إحنا المصانع دلوقتي كلها عملت المشغولات بأوزان خفيفة بحيث انها تناسب الاسعار المرتفعه حاليا. عندنا زي ما بنقول في سبائك بتبتدي من اول جرام، في مشغولات خواتم خفيفه بتبتدي من اول الجرام وجرام ونص، في انسيالات بتبقى خفيفه، في سلاسل خفيفه. كل المشغولات دلوقتي بقى فيها اوزان خفيفه نقدر نناسب بها ارتفاع الاسعار اللي موجوده. هي الناس برضو بتحط في اعتبارها فكرة المصنعية وكده، لو حب يبيع يقول ممكن أخسر المصنعية، فبيفكر إن هو يشتري جنيه ذهب أو سبيكة، ده فكر بعض الناس. هي الجنيه والسبيكة برضو عليهم مصنعيات ممكن يكونوا أقل شوية من مصنعية المشغولات، ولكن الزيادة في الوعد في المصنعية في المشغولات دي مقابلها إن أنا بتزين بالمشغولات اللي أنا جايبها أو بالذهب اللي أنا جايبه، فبالتالي هيبقى ليها قيمة زيادة شوية. هذه اللي ممكن يتم خسارتها، ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب بعد كده في المستقبل هتعوض الزيادة في المصنعية اللي موجودة. يعني نعم، أنا بشكرك جدا يا أستاذ عمرو، شكرا جزيلا. أستاذ عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة